بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، بالأمس كان يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم الذي نجى فيه المولى تبارك وتعالى موسى من فرعون وملئه، وكما قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، أي من بني إسرائيل من اليهود، نحن أولى بموسى منهم. لما لا؟ وهو كريم الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه. لما لا؟ وهو من أولي العزم من الرسل. لما لا؟ وهو الذي له دين في أعناقنا كمسلمين. لعلكم تذكرون ذاك الجميل العظيم بتلك النصيحة التي أسداها لنبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، حينما فرض عليه 50 صلاة ومر به فنصحه أن يسأل ربه التخفيف، ولا زال به حتى صارت 50 في العمل 50 في الأجر والثواب. إنه لجميل عظيم لنا كمسلمين نتذكر موسى دائما ونصلي ونسلم عليه لهذا العمل العظيم المبارك. لما لا؟ وموسى من أئمة المسلمين في كل زمان ومكان، كما صاح بها في قومه في بني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فموسى من أئمة الإسلام ومن الأعلام، ويكفي أن تسمع نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يترحم عليه بهذه الصيغة الجميلة التي تعبر عن أخوة إيمانية رائعة، لما أوذي الأصحاب وشدد عليهم وشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. لما لا؟ وقصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل في القرآن العظيم، وعقيت أكبر مساحة عقيت لقصص القرآن العظيم. تجد حينما تقلب في كتاب الله عز وجل وتستعرض أن هذه القصة أخذت مساحة عظيمة وأوليت اهتماما عظيما، وما ذاك إلا لعظيم شأنها ولعظيم الدروس والعبر التي فيها. فلا شك أن قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل تمثل أحرج مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل، وصل فيها الباطل مداه
وكان ما كان كما تعلمون من القصة. ولذلك أعطيت هذه المساحة العظيمة في القرآن لنتعلم، لنتربى، لنرتقي كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأسرها، نتعرف من خلالها على أسباب الثبات والصمود وأسباب الاستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل هذا الدين، نتعرف على أسباب النصر والعز والتمكين، نتعرف على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط، نتعرف على معان كثيرة في مجملها دروس إيمانية تربوية إصلاحية لكل من نظر في هذه القصة العظيمة المباركة. ولذلك أقول لكم بصراحة لا يكفي لشرحها وبسطها سنوات، فضلا عن أن نقول شهور، لكننا سنحاول، لأن الأمر أعجل من ذلك، ولأن الواجبات تراكمت، ولأن المهمات كثيرة جدا، ولأننا نحتاج إلى أن نأخذ بقدر الجهد والاستطاعة من الدروس والعبر ما يؤدي إلى رفع روحنا المعنوية وإلى تبشيرنا وإلى طمأنينة المسلمين واستقرارهم أن العاقبة للمتقين. لذلك سنمر سريعا في هذه الدقائق المعدودة على أعظم ملامح هذه القصة كإشارات إيمانية تربوية إصلاحية تبشر بالخير، تبث روح الأمل لدى المسلمين، تعطينا الثقة في العاقبة بإذن الله تبارك وتعالى أنها للمتقين. نلتقط الملامح الرئيسية فقط ونشير إشارات عابرة فقط، ومن أراد المزيد يرجع إلى كتب القصص المعتمدة لدى السلف، فيها من البسط والتفصيل لهذه القصة العظيمة التي هي في الحقيقة مدرسة كما قلنا إيمانية تربوية إصلاحية، وإلا ما أعطيت هذه المساحة العظيمة في كتاب الله عز وجل. من أعظم الملامح الرئيسية لهذه القصة أنها تشير إلى أهمية النظر إلى السنن التي لا تحابي ولا تجامل أحد، والتي تعطيك دفعة عظيمة معنوية لا نظير لها. سنن الله تبارك وتعالى في الأمم، في الأفراد، في الجماعات، في الدنيا بأسرها سنن واضحة وجلية لا تحابي ولا تجامل أحد. من هذه السنن التي في قصة موسى عليه السلام سنة الله تبارك وتعالى في الطغاة، سنته سبحانه وتعالى في المفسدين، سنته سبحانه وتعالى في المستكبرين في الظالمين. كيف سبحانه وتعالى بين لنا في هذه القصة كيف يصنع بالطغاة إذا طغوا وزادوا عن حدهم، وإذا أكثروا في الأرض الفساد، وإذا استكبروا في الأرض، وإذا جاروا وظلموا، كيف يعاملون بالسنن، وكيف أن السنن تؤكد لنا أن النهاية محتومة ومعلومة وليس فيها مجاملة، ولابد لكل طاغية أن يؤخذ وإن طال وإن استحكم وإن تمكن وإن طال عمره وإن أخذ بأسباب الدنيا بأسرها، غير أنه سيؤخذ، لأن هذه سنة ثابتة لا تحابي ولا تجامل. انظر إلى البداية كيف لما أخبر موسى سبحانه وتعالى بهذا الأمر، اذهب إلى فرعون إنه طغى زاد عن حده، ولما طلب المعونة بأخيه هارون قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي زاد عن حده تماما. ولذلك الطغيان يؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى الاستكبار ويؤدي إلى الظلم والعياذ بالله تعالى. فلما طغى بماله بسلطانه بجنوده بعتاده بعدده تكبر وصنع ما صنع، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. انظر نتيجة حتمية، استكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق، واضح وجلي سبحان الله، بالسلطان بالمال بالقوة، كونه كان متمكنا لفترة طويلة من الزمن ظن أنه مخلد فصنع بالناس ما صنع، حتى وصل إلى قوله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لا أريكم إلا ما أرى. انظر إلى هذه الوقاحة، انظر إلى هذا الاستعلاء،
انظر إلى هذا التعدي على الله تبارك وتعالى، فكيف كانت النتيجة؟ أخذ أخذ عزيز المقتدر، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اسمع إلى هذه الصورة وتأمل فيها جيدا. وكذلكم كما قال تبارك وتعالى في الآيات التي سمعتم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ماذا كانت النتيجة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قالوا لكل من طغى، لكل من أفسد في الأرض، لكل من، اسمع وتعلم هذا المعنى جيدا، استكبر على الحق، لكل من ظلم، نعم وجار، نعم إنها توحي بمعاني إيمانية عظيمة. وأنت تطالع الواقع الآن، الطغيان ملأ الدنيا من اليهود، من الأمريكان، من المنافقين في طول البلاد وعرضها، على وجه الأرض في كل ناحية طغيان لا حد له، فساد لا حد له، استكبار واضح وجلي، تأمل ظلم بلا حدود. استبشر خيرا عندما تطلع على هذه القصة، أن مصير هؤلاء، مال هؤلاء، أن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، يرصد، يراقب، يعلم السر وأخفى. إذا أخذ أخذ عزيز المقتدر، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. تستبشر خيرا وتتعظ، إياك أن تطغى في بيتك، مع نفسك، مع زوجك، مع ابنائك، مع جيرانك، مع أرحامك، مع باقي المسلمين، مع غير المسلمين، إياك والطغيان، لأن العاقبة وخيمة جدا جدا. اسمع إلى التحذير الكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل من تبعه من المؤمنين إلى قيام الساعة، اسمعوا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كلكم مرصود، كلكم مراقب، أي طغيان مسجل ومحصي ومعلوم لله تبارك وتعالى. فاحذروا عباد الله من الطغيان، واستبشروا بقرب زوال الطغاة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله أخبرنا أنه بالمرصاد، وأنه يرصد كل طغيان على الأرض. فإياكم أن تظنوا أنه أهملهم، لا، إنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فاستبشروا خيرا. من ملامح هذه القصة العظيمة المباركة التي نحن في أمس الحاجة إلى دروسها، أن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكلكم من الدعاة إليه سبحانه وتعالى، أمروا أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى بالرفق وباللين، حتى مع الطغاة، مع المفسدين، مع المستكبرين، مع الظالمين، فضلا عن المسلمين من المنحرفين. أمرنا أن ندعو الجميع في أول أمرنا وفي طرح دعوتنا لإقامة الحجة الله على خلقه، أن نبدأ بالرفق وباللين. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اسمع إلى هذه المعاني الإيمانية المباركة، لعله يتذكر أو يخشى. انظر إلى هذا المعنى العظيم، ربكم يعلم بعلمه الأزلي الشامل المحيط القديم، فقد أحاط بكل شيء علما كما تعلمون، يعلم السر وأخفى، أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، وأنه سيموت على حالة التي مات عليها. هذا في علمه الأزلي الذي جرى به القلم من قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة. ولكن لماذا هذا التوجيه؟ قالوا للدعاة الله عز وجل أنهم يحتاجون إلى الرفق واللين في دعوة الناس، ولن يدعى أفسد ولا أطغى ولا أظلم ولا أكثر استكبارا من فرعون. لذا كان في حال من هو أقل أولى وأوجب أن يدعى بالرفق وباللين لأثره العظيم. اسمع في توجيه لنبينا عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله العظيم. لذلك فهمها صلى الله عليه وسلم وصاح بها مدونة في أصحابه. اسمع: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. سبحان الله. يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، ثم يتوجه بهذه الدعوة المباركة وأمنوا عليها، فما أعظمها وما أحوجنا إليها. اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. ما رأيكم في هذا المعنى؟ أين أنت من الرفق في معاملة الزوجة والأبناء والأرحام والجيران، زملاء والأصدقاء، باقي المسلمين وغير المسلمين؟
إنه مؤثر، إنه آثر للقلوب، إنه يعبر عن محبة وعن خوف على العباد، لترتقي بهم، لتأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. ومن الملامح الرئيسية لهذه القصة العظيمة المباركة هذا العنوان العريض: حتى لا تحزن، إنك لتهدي من أحببت، ليس عليك هداهم. أولئك القوم أي الفراعنة دعوا بطريقة موسى وهارون الجميلة الرائعة التي لا نظير لها، تأمل، والتي دعمت بالآيات والمعجزات الباهرة المؤثرة التي تلوي الأعناق، معجزة ومعجزة وآية وآية، ومع ذلك لم يعتبروا ولم يلتفتوا ولم ينظروا ولم يتدبروا. سبحان الله، هي القلوب التي طمس عليها. إنها إرادة الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم. بعد الآيات المعجزات التي من آخرها مثلا قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فقل اضرب بعصاك البحر، فضرب بتلك العصا القصيرة الصغيرة فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. رأى الفراعنة المشهد ومعه الفرعون الأكبر، فقال إنه إنما انفلق لي إكراما لي لأدرك هذا الآبق ومن معه من بني إسرائيل، فصدقوه استخف قومه فطاعوه، فلم يفكروا في هذه المعجزة العظيمة الباهرة بهذه الصورة التي فعلا تلوي الأعناق وتؤثر في القلوب وتحييها. لكن سبحان الله العظيم، إنها إرادة الله عز وجل. من هذه الملامح العظيمة في هذه القصة المباركة هذا المعنى العظيم الراقي الذي نحن في أمس الحاجة إليه. إي والله يا عباد الله، أن الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب حولتها من النقيض إلى النقيض. سبحان الله، الحاجة إلى الإيمان وإلى ترسيخه في القلوب، حتى نثبت، حتى نصمد، حتى نبذل، حتى نضحي، حتى نستطيع الأداء الأمثل، حتى نستطيع النظر إلى الآخرة نعم بيقين لا شك فيه أبدا. انظر إلى السحرة الذين جمعهم فرعون من كل حدب وصوب، وجاءوا بالآلاف، في بعض الروايات يصلون إلى 70,000 ساحر من أمهر السحرة. مصر كانت أنذاك تحترف السحر ولا تبارى فيه أبدا. انظر إلى هذا المعنى، ينتقى من طول البلاد وعرضها هذا العدد، يبدو أن الكل كان يعمل بالسحر. إن الله وإليه راجعون، انتقي هذا العدد وجاءوا وقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. مال ومناصب وقرب من فرعون، لماذا؟ في ظنه ليقوم بتأليب الرأي العام على موسى لما اتفق على جمع الناس في يوم الزينة وفي ضحى ذاك اليوم في مشهد أمام الناس جميعا، ظن منه أن السحرة سيتغلبون على موسى ويقضى على دعوة موسى بالكلية وتنتهي القضية ويكسب هو الجولة. انظر إلى هذا المعنى الخطير، وفعلا اجتمعوا وتأهبوا وجاء هو في زينته والكل ينظر في ضحى ذاك اليوم في مشهد بديع واضح للجميع، وموسى يدعو الله تبارك وتعالى في كل المواطن في كل المواقف في كل الأحوال، خشي على السحرة من باب إقامة الحجة لله عليهم. انظر: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى يبرئ ساحته، يقول للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. إيش الذي جرى؟ انظر، الكلمات كلمات الحق قوية تهز الباطل، والله تقلقله تجعله فعلا يهتز بقوة. فاهتزوا واجتمعوا وتحاوروا فيما بينهم، وكانت أصوات أصحاب الدنيا والقرب من فرعون أقوى فأثرت وحسمت الكلام وحسمت الموقف، إن هذان لساحران يريدان يذهب بطريقتكم المثلى إلى آخر المعاني. وتوجهوا إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى، حسما للكلام حتى لا يؤثر فيهم مرة أخرى. وألقوا كما تعلمون من القصة، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. خيل لموسى ولمن موجود من الملأ هذه العصي التي ألقوها حبال وعصي أنها حيات تسعى، فكان موقفا خطيرا، فأوجس موسى في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لم يخف منهم ومن سحرهم، ولكن خاف أن ينصرف الناس
رعبا من هذه الأسحار التي صنعت على عيونهم. فطمئن إنك أنت الأعلى، انتهت القضية، فألقى عصاه فلقفت كل ما ألقوا في لمح البصر، فما كان من السحرة إلا أن أيقنوا أن هذا ليس من السحر، وهم المهرة، وهم من المتقنين ومن المدربين ومن المجربين، فأيقنوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل لا طاقة لهم بها، فخروا جميعا لله سجدا لرب موسى وهارون. فكان موقفا عجيبا، الصمت يخيم على الجميع وهم في سجودهم، وقد طال هذا السجود. يقال في بعض الآثار أن الله أطلعهم على أماكنهم في الجنة ليكون أثبت لهم في مواجهة فرعون وما سيقوم به بعد أن يرفعوا من سجودهم. فنظروا وتدبروا وتأملوا واستقر الإيمان في قلوبهم ورفعوا. آمنتم له قبل أن آذن لكم. المسكين يظن أن الإيمان بالإذن بالتصريح، هذا كلام باطل، هذا جهل والعياذ بالله تعالى. آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ولأفعلن ولأفعلن كما تعلمون من الآيات، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيش قالوا؟ كيف كانت الإجابة؟ الذين جاءوا لتوهم من أجل المال والقرب من فرعون ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، افعل ما شئت، اصنع ما بدلك، قطع مزق. فعلا جمعهم، صلبهم، قطعهم احياء اربا، لكن كانت المقوله الوحيده ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله اكبر، انظر الى هذا المشهد، كيف صنع الايمان من اولئك السحره رجال يصمدون في وجه الطغاه ويثبتون على الحق ويضحون بانفسهم لعظيم نظرتهم الى الاخره بعين اليقين والاعتبار. نظروا الى الاخره فهانت الدنيا، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا التي لا تسوي شيء في جنب ما عند الله عز وجل. ما احوجنا الان في صراعنا مع الباطل الى ترسيخ الايمان في قلوبنا، لنثبت، لنستعد، نعم لنستعد للتضحيه، لنوطن انفسنا على كل الاحتمالات حتى لا نهتز، حتى لا نتاثر، حتى لا ننهزم، حتى لا نفر، حتى لا نجزع، حتى لا نهلع، حتى لا نقلق. اذا كان الايمان قويا في قلوبنا كان الثبات وكان معاني العز والعلو والشموخ والقوة بفضل الله تبارك وتعالى. فما أحوج الأمة الآن في صراعها مع الباطل إلى هذا المعنى العظيم الذي كلنا يحتاجه في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن تلك الملامح الرئيسية التي في هذه القصة المباركة اليقين على الله تبارك وتعالى والثقة في موعوده سبحانه وتعالى، بل والثقة في أن العاقبة للمتقين. إياك أن تتزعزع، إياك أن تشك، إياك أن تظن سوءا في ربك تبارك وتعالى. موسى لما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فقلنا اضرب بعصاك البحر، فكانت الآية الخالدة التي تعرفونها. لما كان ما كان من توعد فرعون لهم لما كان النصر المبين على السحرة وآمنوا برب موسى وهارون، اضطرب بنو إسرائيل، عاشوا مدة من الزمن في الذل والهوان والرق والعبودية، فكان الخور والخوف والاضطراب والهلع والجزع والفزع، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فكان التصريح الذي ما أحوج إليه الآن، يا قومي استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، لمن؟ لله، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ليست لأحد غير المتقين. وإن طالت المدة وإن تربع الباطل على ظهر المعمورة فترة من الزمن، فترات من الزمن، وإن صنع ما صنع
وإن علا في الأرض ما علا غير أن العاقبة للمتقين شاء أم أبوا، لأن الله حسم القضية، والعاقبة للمتقين. هذا معنى راقي، معنى عظيم، يعطيك إحساس بقرب النصر والتمكين وزوال قوى الشر من على وجه الأرض، من الطغاة على اختناف أشكالهم وأنواعهم وصورهم، كلهم إلى زوال بفضل الله تبارك وتعالى. والعاقبة للمتقين، لكن هل أعددت نفسك لتكون منهم؟ هذا هو المعنى، هذا هو المطلوب، هذا هو الأولى بك أن تبحث عنه. هل أنت في عداد المتقين؟ تعمل بعملهم وتتمثل بخطاهم وتسير على دربهم؟ هل انضممت لقيمة الشرف من المتقين في كل زمان ومكان، التي أعدت لمواجهة الباطل، والتي على استعداد لتثبت وتضحي بكل غال وثمين في سبيل رفعة هذا الدين؟ هذا هو المعنى الذي ينبغي أن تفكر فيه جيدا. من أعظم ملامح هذه القصة على الإطلاق، انقضى أمر فرعون وأصبح عبرة لمن يعتبر، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، موجودة مسجلة مسطرة كما تعلمون. وبدت مرحلة جديدة مع موسى ومع هارون عليهم السلام من العناء مع بني إسرائيل الذين عاينوا مراحل الصراع مع الفراعنة، ورأوا الآيات ورأوا المعجزات ونجوا في اللحظات الحرجة، لما قلنا في قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر، وكانت النجاة، ما إن عبروا الناحية الثانية ونجوا وأغرق فرعون ومن معه من ملئه، إلا وقالوا لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم، طلبوا الشرك والعياذ بالله تعالى، تمردوا وبدأوا ينسوا تلك المعجزات. أمرهم موسى بأمر الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة ليطهروها من العماليق، ليردوا بيت المقدس، ليقوموا بأمر الله تبارك وتعالى مجاهدين في سبيله، فتمردوا. اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. غاية في سوء الأدب، في قلة الحياء، بعد الآيات والمعجزات أيضا لازال عندكم خوف؟ الفراعنة أقوى من العماليق، ومع ذلك نجا موسى ونجا بكم بهذه المعجزة الخالدة. كيف تراجعتم وكيف نسيتم عظيم قدرة الله عز وجل؟ المهم انتكسوا، فكانت تلك العقوبة العظيمة، فعوقبوا بالتيه، فتاهوا في صحراء سيناء 40 سنة لا يعرفون لهم وجها. تخيلوا معي إخواني، عقوبة 40 سنة كاملة يدورون في صحراء سيناء، لا يدرون من أين بدوا ولا إلى أين ينتهوا، وفي كل مرة يرجعون إلى حيث يعني تحركوا من مكانهم. عقوبة، تاهوا في الأرض. اسمع إلى هذا المعنى العظيم، لماذا التيه؟ عقوبة على التمرد على أمر الله وأنبيائه ورسله، عقوبة على قلة الحياء، عقوبة على الجرأة على الله، عقوبة على الذنوب والمعاصي. سبحان الله، أين نحن الآن؟ بالله عليكم، هذه السنة، العقوبة بالتيه، أليست باقية؟ أليس الآن الأمة في حالة تدمي القلوب من الشركيات ومن الذنوب ومن المعاصي ومن الكفريات ومن المخالفات ومن التمرد على الله وعلى رسوله، ومن تقديم الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد، من التحكم لغير الله، من طلب المدد من غير الله، من الاستعانة بغير الله، إلى آخر هذه المعاني، مع كثرة الذنوب التي لا تخفى علينا كما قلنا هذا مرارا. أليس نحن الآن فيما يشبه التيه؟ فكروا في القضية. غربنا كثيرا وشرقنا كثيرا وهللنا كثيرا، وسرنا في ركاب أناس لا يحصون عددا، والحال على ما هو عليه، بل أعتقد أنه يمر من السيء لأسوأ. لماذا؟ تيه والله يا أخوان، والله كأنها عقوبة من الله تبارك وتعالى، أن الناس لا ينوع ضيعوا جهود وطاقات وأوقات وغربوا وشرقوا والحال على ما هو عليه. إذن هذا لا شك أنه ينبئ بخطر، ينبئ أن هنالك عقوبة، لكن أيضا يبشر بخير في ذات الوقت. إيش المطلوب؟ إيش المعنى؟ مضت المدة وقبض موسى وقبض هارون، وكان من ورائهما يوشع النبي، شاب من شباب الصحوة، ربي على يدي موسى، كان من عين الآيات والمعجزات، قام في قومه، ليس هو أفضل حتما لا من هارون ولا من موسى، لأن موسى من أولي العزم، هارون من الأنبياء ومن الرسل، ومع ذلك يوشع النبي تلميذ موسى وهارون، يقوم في قومه خطيبا بعد 40، بعد 40 سنة التي قضوها في التيه، يذكرهم بدور الآباء والأجداد. توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله،
أنسيتم ما فعل الآباء والأجداد حينما تمردوا على أوامر الله وأوامر أنبيائه ورسله كموسى وهارون؟ ما المطلوب يا يوشع؟ توبة صادقة، رجوع إلى الله، استسلام وخضوع وانقياد لأوامر الله. هيا نتحرك لتحرير الأرض المقدسة. كانوا أضعف مما كانوا مع موسى، تخيلوا، لأن فترة التيه فعلا يعني كانت عقوبة أليمة أنهكتهم تماما، ومع ذلك أخذوا بالأسباب المتاحة وتوكلوا على الله وانطلقوا إلى الأرض المقدسة وحاربوا العمليق وانتصروا انتصارا ساحقا، حتى أوقفت الشمس ليوجع النبي، لأنهم كانوا لا يقاتلون في السبت وفي نهاية الجمعة، وشكت أن تغرب، وإذا غربت تقول الأعداء عليهم، لأن له لا قتال في الليل آنذاك، فهو لا يقاتل في السبت أصلا في عقيدة بني إسرائيل. فقال الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، لا تغربي حتى أفرغ من قتال العمليق قبل غروبك، فوقفت في كبد السماء إكراما ليوشع، وانتهى من العمليق وحرر الأرض المقدسة ورد بيت المقدس، وكان انتصارا عظيما للمسلمين من بني إسرائيل. نقول الآن استبشروا خيرا، الأمة في مرحلة التيه، ولكن نرى بوادر الصحوة التي ضربت بأطنابها في كل مكان وفي جميع الأوصار، تحتاج فقط إلى ترشيد، إلى توجيه، إلى تكاتف، إلى تعاون، إلى بذل، إلى تربية، إلى تعميق معاني الإيمان واليقين، إلى الأخذ بالأسباب، إلى التوكل على مسبب الأسباب. ستقوم الأمة من رقدتها وتخرج من تيهها وترتقي لترد نعم على أعدائها، ولترد ما اقتصب منها الأرض المقدسة وفلسطين بأكملها والأندلس وغير ذلك مما سيفتح بإذن الله تبارك وتعالى. كل هذا مأمول، وكل هذا يعني من الهين البسيط، إذا أخذنا بالأسباب وبذلنا ما في وسعنا وتوكلنا على مسبب الأسباب، فعندها نوقن بالنصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى، الذي أخرج بني إسرائيل من التيه قادر على إخراجنا من هذا التيه، شريطة أن يرى منا صدقا، فاروا الله من أنفسكم خيرا. نعم، صدقوا الله يصدقكم في الأخذ بالأسباب، في بذل ما في وسعكم، في أداء دوركم على أكمل وجه، عندها سترون خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. اعتبروا يا عباد الله، القصة لها ملامح كثيرة وفيها مواطن للعظة والعبرة لا تعد ولا تحصى، لكنني أرشدكم إلى مراجعتها في كتب التفسير المعتمدة من القصص القرآني الجميل، لتتعلموا لتتربوا وأسركم. هذا هو الاحتفال الحقيقي، لا يصح أن نحتفل بعشراء باللحوم والحلوى والتهنئة وتنقضي الأمور على هذا النحو، لا، هذا تقصير، هذا تفريط. لكن ضعوا القصة بين أيديكم، كل منكم يقرأ على ذويه وعلى أهله في بيته هذه القصة المباركة، سيجد دروسا تلائمه، الصغار والكبار، الرجال والنساء، الكل سيجدون فيها معاني إيمانية راقية تؤدي إلى الثبات والصمود والبذل والتضحية والعطاء والعمل المتواصل حتى آخر الأنفاس. فندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لموسى وأن يصلي ويسلم عليه جراء ما صنع لنا من جميل ومن معروف. اللهم صل وسلم على نبيك موسى وعلى هارون وعلى سائر أنبيائك ورسلك وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، حكام منهم والمحكومين. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واجعل عملنا خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم لك الحمد أن أمطرتنا وإن أغثتنا، فهذا بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم تقبل منا واقبلنا واجعلنا من المقبولين. اللهم أمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.